مين اللي مش في مشكلة لسه بالنسبة للجزء بتاع الفريم سيت كولومز؟ في حد يعني تمام الموضوع؟ طيب اوكي، عشان نكمل برضو الايه النقطة اللي هي ايه خاصة بيه لما ببتدي احط بقى الاتنين على بعض. يعني انا لو عايز اعمل بقى ميكس، تفتكروا بقى لما نحب نعمل ميكس هنعمل ايه في الحالة دي؟ طبعا احنا هنبسط الموضوع شوية وهنعمل ايه الاول، ده خط وده ايه خط، تمام؟ طيب هنا برضو هبتدي برضو الكود بتاعي فريم سيت، تمام؟ وهنا بقى هبتدي بفريم سيت بروز ولا كولومز؟ لا اللي ازاي الاثنين؟ مين اللي بيقول الاثنين؟ ما ينفعش الاثنين، هبتدي بالروز ولا هبتدي بالكولومز الاول؟ لا مش اي واحده، مش اي واحده. دلوقتي في حاجه، تعالوا انا اول ما باجي ابتدي وهشاور اهو بالايه بالايه بالمؤشر بتاعي ده، اول حاجه بتظهر معايا هنا ده رو ده ولا كولم؟ اللي بيظهر معايا ده رو، يبقى ما دام ظهر معايا في الاول رو يبقى لازم اقول له فريم سيت روز، يبقى لازم اقول له ايه فريم سيت روز، تمام؟ طيب هنا في الفريم سيت روز انا عندي كام فريم؟ في الفريم سيت روز عندي كام فريم؟ في ناس بتقول واحد وفي ناس بتقول ثلاثة، بس بدأت تكتر الناس اللي بتقول واحد. في الفريم سيت روز انا عندي كام فريم؟ لا مش واحد. طيب اقول لكم على حاجه علشان نحل الموضوع دوت، نيجي نعمل ايه، نروح جايين حاطين خط كده، انا عندي كام رو؟ ادي الرو الاولاني وادي الرو التاني، حلو. يبقى انا عندي 2 روز في الفريم سيت، عندي 2 روز في الفريم سيت. هو مش ذنبه انه جواه متقسم حاجه، لكن هو في الاخر هو ايه رو، في الاخر هو رو، يعني الرو التاني ده برغم ان هو متقسم لاتنين كولومز بس في الاول هو اصله ايه رو، تمام؟ يبقى انا عندي هنا هيكون في ايه اتنين فريمز. طيب يبقى هنا هخش هقول له فريم سيت روز، يعني لما هاجي هنا هقسم حاجه اقول له هيبقى مثلا 120 وبعدين كوما ستار، تمام؟ وبعدين هروح نازل هنا هقول له فريم سورس هيساوي هيدر دوت اتش تي ام ال، تمام؟ وبعد كده اروح جاي نازل، طبعا لازم كنا كنت بقفل الفريم سيت الاول، دايما نبقى احنا منظمين قوي في شغلنا ان احنا ايه كل تاج بنفتحها بنروح جايين ايه قافلينها. طيب بعد كده هحط بقى فريم ولا هحط فريم سيت؟ تمام. يبقى بعد كده هبتدي احط ليه فريم سيت، لان انا عندي بدا يظهر بقى ايه، بدا يظهر على مستوى الاعمده اهو حاجه تانية. يبقى هاجي هنا وهبتدي اكتب بقى ايه فريم سيت كولز هيساوي ايه بقى، هيساوي مثلا 110 و كوما ستار، وبعدين هقول له فريم سورس هيساوي ليفت بودي دوت اتش تي ام ال، وبعدين فريم سورس هيساوي رايت بودي
index.html. وطبعا في النهايه ما انساش اقفل ايه الفريم سيت. ايه الاخبار؟ النقطه دي برضو نقطه مهمه جدا في حاله لما بيحصل تداخل ما بين الفريمز وبعضها، تمام؟ فهمني جدا ان احنا زي ما عرفنا الفريم سيت باي روز، برضو الفريم سيت باي كولومز، برضو الميكست اللي هو الروز على ايه الكولومز. طيب هنعيد تاني النقطة الخاصة بالماكست، تمام؟ انا دلوقتي في المثال بتاعي ده في عندي كام فريم سيت؟ ناس بتقول 3، ناس بتقول 2، الناس منقسمة، في ناس بتقول 3 وفي ناس بتقول 2، بعدين فجأة كله بيتراجع دلوقتي بيقول 2. طيب اللي جاوب يجاوب مرة واحدة يا جماعة، مش عايزين إجابات، مش عايزين واحد يقعد يجاوب 4 مرات أو 5 مرات علشان يدي فرصة لبقية الناس. لا يا جماعة، هو بالظبط فعلا زي ما الناس قالت، هي اللي قال 3 طبعا هو مخطئ، هي أساسا الفريم سيت غادة المقصود بيه اللي هي عبارة عن الجزء اللي أنا ببتدي أعمل فيه التقسيمة بتاعة الفريمات بتاعتي اللي هي بسميها مين فريم، زي ما كنا في الحالة بتاعة اللي هي فريم سيت روز، مش كنا بنسمي ده مين فريم؟ يبقى ده فيه ده يعتبر ده في حد ذاته فريم سيت، تمام؟ ده بنسميه فريم سيت عشان ده جواه تقسيمه. يبقى لما اقول فريم سيت يبقى جواه ايه؟ تقسيمه. طب في الحاله بتاعتي دي في بقى كام فريم سيت؟ أنا شايفها 3 3. اتنين أنا بالظبط شايفها كده، يبقى انا ثلاثة. اللي موجود عندي هنا فقط ليه اتنين. ليه؟ لا غدا مش تلاتة، اتنين. ليه؟ لان هو البدايه الاولانيه اللي هو الجزء الاول والجزء الثاني ده الفريم سيت الاولاني، بعدين جوه في فريم سيت صغير اللي هو الجزء ده والجزء ده. زي ما قلت لك اهو اتنين اتنين. ليه اتنين؟ لان الجزء الاولاني هو عبارة عن الرو الاولاني والرو الثاني، بعدين اخش اقول في عندي فريم سيت تاني في الكولم الاول والكولم الثاني، تمام؟ تمام. طيب هنبتدي، طيب نطبق بقى ايه بشكل عملي ازاي هنبتدي ننفذ الكلام ده. احنا بس في الاول هنرسم ايه بالظبط اللي هنبتدي نطبقه. يعني هنا اللي هنعمله ان احنا هنعمل الصفحة بتاعتنا على الشكل التالي. اول جزء هيبقى فيه عندي هيدر، والهيدر دوت هيبقى فيه عبارة عن مجموعة من اللينكس، مجموعة من اللينكس. أنا عندي هيبقى فيه هوم، وبعدين هيبقى فيه about us، وبعدين هيبقى فيه services، وبعدين هيبقى فيه contact us، تمام؟ دول الأربع أجزاء أو الأربع لينكس اللي هنعملهم في الصفحة بتاعتنا. وبعدين هحط هنا لوجو، مجرد هحط هنا لوجو، وبعد كده هحط التايتل بتاع الويب سايت بتاعي، تمام؟ ده الجزء الاول بتاع الايه اللي هو الهيدر دوت اتش تي ام ال. يبقى الهيدر دوت اتش تي ام ال ده بس مجرد الصفحه اللي هنعمل فيها الايه الجزء اللي هيبقى فيه التايتل وفيه هوم وبعدين about us وبعدين services وبعدين contact us. تمام، ده الجزء الاولاني بتاعنا. الجزء الثاني هيبقى فيه البادي بتاعي، والجزء النهائي هيبقى فيه الفوتر، تمام؟ يبقى الجزء ده هيبقى فيه بادي، والجزء النهائي هيبقى فيه الايه الفوتر.
ماشي اتفضلي. هنعمل كل حاجة لوحدها يا جماعة هنا وتتحفظ بالظبط كده، بالظبط زي ما قالت فاطمة يا جماعة. اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل مجموعة صفحات، صفحة اسمها header.html هنحفظها، وصفحة اسمها body.html وهنحفظها، وبعدين footer.html وهنحفظها، وفي الاخر خالص هنعمل صفحة الايه المين. طبعا احنا في الحالة بتاعتي احنا هنبقى مجهزين الصفحات بتاعتي اللي هي بتاعت الهيدر والبادي والفوتر. تمام، اللي بيتكرر عنده الصوت يا جماعة ممكن يكون يا اما فاتح السيشن مرتين، ممكن يقفل واحدة ويفتح تاني، يعني ممكن يفتح واحدة تانية ويقفل السيشن بتاعته دي، ممكن يكون فاتح السيشن مرتين. تمام، يبقى احنا هنعمل صفحة الهيدر والبادي والفوتر، وطبعا احنا هنا عندنا الصفحات دي اوريدي انا عندي جاهزة، يعني انا مجهز الصفحات دي مسبقا عشان نبتدي نطبقها مع بعض. لكن انتوا في حالتكم طبعا لما تيجوا تجربوها لازم تجربوا كل صفحة تعملوها لوحدها. حلو الكلام؟ طيب نكمل يا جماعه موضوعنا. بص لما هنبتدي نطبق هيبتدي يبان الموضوع اكتر والصوره هتبان اوضح اكتر. تمام، وانا هوريكم الاول شكل الصفحه النهائي يبقى عامل ازاي، شكل الصفحه النهائي عشان بعد كده نبقى فاهمين لما هنيجي نطبق صفحه صفحه هيتعمل الموضوع ده ازاي. تمام، اوكي. هنفتح دلوقتي هنفتح الصفحة دلوقتي بتاعت المين الصفحة بتاعت فريم. المين فريم. رايت كليك، رايت كليك، هنعمل اوبن ويب، هنعمل اوبن ويب، وبعدين نفتح على وبعدين نفتح على الانترنت اكسبلورر. ده طبعا شكل، ده طبعا شكل الصفحة، الصفحة، الصفحة بتاعتنا، الصفحة بتاعتنا. اهيت كده، ده المفروض ده الهيدر بتاعي، وده البادي، ودوت الفوتر. تمام، يبقى ده ايه الهيدر، ودوت البادي، ودوت الفوتر. لما باجي كليك على اللي هي الكارير اوبشنز تبتدي تفتح عندي في الجزء بتاع البادي، وانا المفروض واقف هنا اللينكس بتاعتي موجوده في الجزء بتاع الايه الهيدر. وبعدين educational اوبشن برضو بروح جاي اكليك عليها تفتح في الصفحه بتاع البادي، وكونتاكت اس برضو هنا وبتفتح في الصفحه بتاعت بادي. ده المفروض بيبقى شكل الايه الصفحه بتاعتي، عباره عن جزء بتاع الهيدر والجزء بتاع البادي والجزء بتاع الفوتر، وظهور الصفحات بيتم من خلال الجزء بتاع الايه بتاع البادي. تمام، واضحة الصورة؟ الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم، واضحة الصورة يا جماعة؟ معلش أنا آسف. كان باين الشيرنج، واضح الشيرنج؟ لا الشيرنج أهم حاجة، الشيرنج يا جماعة. ماشي اوكي.